يسعدني ويسرني أن أرحب بكم جميعاً في سينما كريم اليوم لإطلاق المؤتمر الصحفي الخاص ببانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الثامنة. السنة دي حاجة مهمة جداً أنه نيو سنشوري راعي من رعاة البانوراما، وإحنا سعداء جداً بالمشاركة دي. السنة دي البانوراما بتتميز باللامركزية بالنسبة لقاعات العرض، بمعنى أن إحنا بنعرض في زاوية أوديون، وبنعرض في كريم، وبنعرض في بوينت 90، وبنعرض في التجمع الخامس، وبنعرض في بلازا في 6 أكتوبر، زائد خارج القاهرة في 3 مدن، طنطا واسكندرية والمنيا، وفي المراكز الثقافية المختلفة الموجودة في القاهرة. And let me also say a couple of words why we believe that cinema is. We have been involved in the organization of this. هو بيقول إن البانوراما ده بدايته منذ عام 2009، وهو فرصة للتجمع مع دور الأعضاء وهم موجودين هنا لدعم البانوراما. وهو بيقول إن البانوراما دي هي أحد الأدوات اللي بتعرف من خلالها أوروبا بتعرف نفسها للمصريين. وبيقول إن هناك عدة أفلام مختلفة متنوعة، أنواع مختلفة من الأفلام بتعبر عن الاختلافات والتنوع في الاتحاد الأوروبي، وبتعمل على تقارب وجهات النظر من خلال التنوع ده. وهو بيقول إن في حاجة مختلفة السنة دي، وهو وجود مخرجين معروفين بيعرضوا إبداعاتهم المختلفة ووجهات نظرهم. والجديد السنة دي إن هو العرض مش بيتم في القاهرة بس، لكن بيتم في عدة مدن أخرى مصرية زي اسكندرية وطنطا. وهو بيقول إن العرض أفلام دي هيبقى في عدة محافظات طول فترة المهرجان. ده حدث سنوي بيحصل كل سنة بنعرض فيها مجموعة من الأفلام الأوروبية اللي هي حازت على جوائز عالمية، وأهم حاجة إنها أجدد أفلام أوروبية بتاعت السنة دي. السنة دي في حوالي 65 فيلم، منهم 37 روائي و12 فيلم تسجيلي ومجموعة أفلام قصيرة. البانوراما كله هيبدأ 25 نوفمبر، وهو هيستمر لحد 5 ديسمبر.